السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شلون صحتكم؟ يا رب تكونون بخير. اليوم صورنا لكم جانب من مشروع السراجي، الشارع جاي يكملون به مراحل ما شاء الله بتقدم. ما بقى غير الجامع، سوى بس الجامع اللي جاي يقوم حسب الاخبار اللي سمعناها. اكو مخاطبات بين محافظ البصرة والوقف السني حول المنارة، وشون راح يرتبوها، شون راح يشيلون المنارة. بعدهم محتارين بهذا الموضوع، بس ان شاء الله يعني ما بقى شيء على هذا الموضوع حسب الاخبار. طب وهذا المشروع يمتد من جسر السراجي لساحة الطيران، إن شاء الله راح يسوي سايدين يكملون الطريق قبل الخصيب، راح تقل عليه الازدحامات والضغوطات على الطريق قبل الخصيب. أكو بعد مشروع ثاني احتمال، يعني إنه راح يصير من جهة القصور، احتمال يسوون طريق يدخل على القصور يفتر. هم سمعنا هيك أخبار، والله كريم إن شاء الله. ما بقى شيء، أشكركم للمتابعة، شكرا لكم شباب، تحياتي.